خلينا ننهي حلقتنا وهي تقريبا فاضل فيها حوالي 5 دقايق متهيألي. والحقيقه هو اصل هي مش حادثه، يعني لو وقعه واحده كنا ممكن تجاوزناها، ولكن احنا هنتكلم على الاعلام الرياضي. تمام. باعتبار برنامجنا نتمنى انه يكون جزء من هذا الاعلام الرياضي اللي بيقوم بدور بناء للرياضه المصريه بشكل عام. شفنا سقطات كتير في الايام الاخيره، سواء خناقات على الهواء في برنامج على الهواء مباشره، سواء مداخلات هاتفيه فيها مغالطات كتير جدا، او لقاءات تلفزيونيه تحمل الكثير من الايحاءات الغير لائقه، سواء لجمهور الرياضه او لجمهور التلفزيون والمشاهدين بشكل عام. ايه اللي بيحصل في الاعلام الرياضي يا استاذ خالد؟ للاسف الشديد فعلا استاذ محمد بتفق معاك فعلا 1000000%. يمكن الاسبوع الاخير ده شهد حوادث، يمكن في الاعلام الرياضي يمكن 3-4 حوادث يعني للاسف الشديد شكلت ازمات كبيره جدا. شفنا يعني نتكلم بالاسماء وبصراحه والناس كلها عارفه، شفنا مشاده ما بين كابتن احمد شوبير وكابتن احمد الطيب طبعا، وليهم الاثنين كل الاحترام والتقدير في برنامج الاستاذ وائل الابراشي. يمكن حصلت مشاده عنيفه جدا، وصلت في الاخر لاعتداء يمكن من كابتن شوبير على كابتن احمد الطيب على الهواء قدام المشاهدين، وتم طبعا قطع البرنامج. دي طبعا حاجه ما بنشوفهاش خالص في برامج عاديه، فما بالك برنامج رياضي المفروض فيه 2 من قامات الرياضه، واحد اعلام رياضي كبير جدا مؤثر كابتن احمد شوبير، واحد معلق رياضي كابتن احمد الطيب. المفروض ان انتوا اللي يعني بيبقى في روح رياضيه ما بينهم، المفروض ان هم دول يكونوا قدوه ومثل للجماهير، لكن للاسف الشديد يعني ما ينفعش ان هم 2 كبار يعملوا كده وبعدين نرجع نطالب الجمهور اللي هم شباب وصغير بالالتزام داخل المدرجات. شفنا موقف تاني حصل مع كابتن مدحت شلبي برضو، اللي هو ليه قدر كبير جدا وقامه كاعلامي احد اكبر اعلاميين الرياضيين طبعا، كاعلام رياضي كبير جدا في مصر. يمكن كان مداخله هاتفيه، مفترض ان هو يعمل مداخله مع كابتن ناصر النني والد محمد النني نجم ارسنال الانجليزي، فوجئنا المداخله يمكن قعدت استمرت 3 دقائق، ثم اكتشفنا ان الشخص اللي بيتكلم ده مش ناصر النني والد محمد النني، اكتشفنا ان واحد تاني اسمه ناصر يمكن صاحب محل مأكولات شهير دخل بالغلط. ده طبعا يتحملها فريق الاعداد لكابتن مدحت شلبي، كان المفروض يكونوا اكثر حرصا شويه في المداخلات، لازم تبقى عارف مين اللي داخل يتكلم على الهواء، تتكلم معاه الاول قبل ما يدخل. طبعا كان موقف كوميدي طريف جدا، ولكن فعلا سقطه برضه. كل المكالمه تستمر 3 دقائق كمان، مظبوط كان المفروض انها تتلحق بدري شويه سواء من المتواجدين في الاستوديو او من فريق الاعداد. ده كان موقف تاني شفناه الاسبوع ده للاسف مسيء جدا. شفنا موقف لاحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق في يمكن برنامج ترفيهي مع يمكن عروسه ابله فاهيتا، يمكن شفنا ايحاءات جنسيه خارجه للغايه ما ينفعش ان هي توصل لاذان الناس في البيوت. يمكن بعض الناس بيقولوا البرنامج ده حتى على طول دايما كده، نفترض حتى لو البرنامج على طول كده، يمكن ده قد يكون مقبول مع شخص من خارج الوسط الرياضي، يعني ممكن شخص تاني يطلع يهزر، لكن دايما الشخص اللي يكون في الوسط الرياضي سواء مدرب سواء لعيب لازم يكون اكثر التزاما. هل كان يجب ان ميدو يرفض الظهور في طبعا كان المفروض يرفض الظهور في برنامج زي ده، او حتى وهو متواجد ما يرفض الانجراف في السكه دي، لكن للاسف الشديد هو كمل فيها وكان قاعد مبسوط، وهو اللي يعني زود كمان بعض الالفاظ والايحاءات الجنسيه. بقول لك ما ينفعش، انت راجل مدرب مدير فني، انت هتروح بعد كده تدرب فريق هيبقى قدام تحت ايدك لعيبه، هتطالبهم بالالتزام، هتقول لهم لا انت ما تتكلمش في كذا، انت ما تسهرش، انت ما تعملش ازاي، وانت القدوه بتاعتهم برضو، شايفينك دايما بتطلع في برامج من النوعيه دي وبرامج ساخره وبرامج هزليه. فاعتقد يمكن هو قلل يعني قلل من نفسه ومن قدره كتير جدا. شفنا برضو خالد الغندور للاسف الشديد برضو حول يمكن المعركه بتاعت مع كابتن احمد شوبير حولها لمعركه شخصيه، وكل برنامجه بيطلع يهاجم كابتن احمد شوبير لفترات طويله جدا. استضاف برضو رئيس نادي الزمالك اتكلم على غرفه صناعه الاعلام بشكل غير لائق وتلفظ بلفظ غير لائق برضو، ما ينفعش ان الساده المشاهدين يسمعوه. فيمكن بقول لك يعني 4 سقطات انا شايفهم خلال اسبوع واحد في الاعلام الرياضي، يجب على الناس دي فعلا انها تكون اكثر حرصا الفتره الجايه، تحافظ على المشاهدين بتوعها، تحافظ على نسبه المشاهده، تحافظ على القيم والاخلاق بتاعه الرياضه، اللي احنا دايما في الوسط الرياضي لازم نكون قدوه ومثل لكل الناس التانية. الاعلام الرياضي دوره الحقيقي هو اعتقد انه اظهار الايجابيات، لان بحس انها تكون قدوه ومثال، او اظهار السلبيات بشكل ما يدورش برياضه، بشكل تظهرها لتلافيها في المستقبل. مظبوط. امتى الاعلام الرياضي يرجع لدوره الحقيقي ده؟ للاسف الشديد هو المشكله دلوقتي في الاعلانات، يعني هو كل برنامج ليه شركه راعيه، كل الناس عايزه مستوى المشاهده يزيد عشان الاعلانات تزيد، عشان المذيع اللي قاعد ياخد مرتب اكتر، عشان نسبه المشاهده تزيد على اليوتيوب فتبتدي الناس تشير الفيديو ويعمل مشاهده ويدخل فلوس للقناه. للاسف الشديد كل الناس بتبحث دلوقتي عن الماده في المقام الاول، ما بتبحثش عن الاخلاق ولا القيم ولا احترام الساده المشاهدين، فللاسف انجرفنا في السكه دي. اعتقد هنرجع منها لو الناس بدات تفكر مره ثانيه، لا مش مهم الاعلانات، مش مهم نسبه المشاهده، المهم ان انا احترم الجماهير
اعتقد على المدى الطويل يمكن الفرقعه دي يمكن بتخلي نسبه المشاهده تزيد دلوقتي، لكن على المدى الطويل ولكن كتر السقطات دي بالتاكيد هتؤدي لعزوف الجماهير عن مشاهده البرامج دي. بتؤثر بالسلب، ويمكن فعلا بعض الناس بدات خلاص تبتدي يعني تبعد عن البرامج دي، لكن بقول لك هم لازم الناس تحترم الجماهير في المقام الاول، ومش مهم حته الاعلانات والارباح والمكاسب والمرتب، حتى انت على المدى الطويل اعتقد هتكمل وهيكون ليك فرصه اكتر، فالاحترام هو الاساس وهو اللي بيخلي الاعلامي يعيش، سواء اعلامي رياضي او اعلامي غير رياضي. بالتاكيد الالتزام بالاخلاق والقيم الرياضيه السليمه هي زي ما حضرتك ذكرت هي اللي هتعيد الاعلام الرياضي لدوره الحقيقي في خدمه الرياضه، وفي خدمه الرياضه بالتاكيد بتخدم الوطن كله بشكل عام لانها في صالح المجتمع. ونتمنى بقى رساله برضو للاعلاميين الرياضيين الكبار دول كلهم، يعني الهدوء في الفتره الجايه، نقعد مع بعض تاني وممكن يحصل مصالحه، سواء كابتن احمد شوبير، كابتن احمد الطيب، كابتن خالد الغندور، لازم الناس كلها تبص لمصلحه مصر، تبص لمصلحه الرياضه المصريه، نكون اكثر هدوءا، ممكن حد يتنازل شويه، يا ريت الناس الكبار يتدخلوا، سواء وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، سواء الناس المسؤولين عن الاعلام، نبتدي نحاول نعمل هدنه، نعمل مصالحه ما بين الناس دي كلها، وتحصل المشاكل دي كلها تهدى الفتره الجايه، ونتمنى بقى هدوء اكثر، عشان ده اكيد هيؤثر بالايجاب على الرياضه المصريه بصفه عامه. ان شاء الله. من في النهايه بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد طلعت ناقد رياضي، كنت معانا في حلقه مسليه وممتعه، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمد.